هنغني برضه، لان الغناء ما ينفعش يتمنع يعني. منع ازاي؟ هنغني لان احنا قعدنا 8 سنين بنغني في مصر، وكان يعني ساعتها في النظام القديم خالص ممنوع نغني، كنا قعدنا 8 سنين بنغني بمساعدات حاجات كتيره يعني حصلت، وهنغني يعني. ما انا بخرج برا مصر بغني حاليا، عندنا بنعمل حفلات برا مصر كتير، بس هنفضل نعمل حفلات برا مصر وجوه مصر عادي يعني.